الأخبار التي جلبتها لي من قونيا؟ لم أصل إلى جيخاتو، لكنني عرفت كل ما يتكلمون به في القصر. تكلم. لقد سمع جيخاتو أن عثمان قتل مساعده كوني وجن جنونه وقلب القصر رأسا على عقب، ويقال إنه قتل أحد أمراء السلطان من أجل أن يسكن غضبه. لكن إن لم تحاسب عثمان وإن لم تستعد القوانين، فإن جيخاتو سيحاسبك أنت على هذا يا بالغاي. أرسل وحدات من أجل العثور على عثمان، سيأتون إلى هنا في أقرب وقت. ماذا تعني؟ ألا يثق جيخاتو بي؟ الكثير من رجال الدولة في القصر يعتقدون بأنك أخذت قوانين جنكيز خان من أجل نفسك، وبالطبع أنت تعرف أن الشائعات لا تتوقف، وجيخاتو يسمعها. بالطبع. اصمت. عليك حماية نفسك من غضب جيخاتو يا بالغاي، والآن إن سمحت لي أريد أن أرتاح. إن لم يكن لديك أي أمر، وإن أذنت لي، لدي أعمال مهمة غدا، وعندما أعود سوف أخبرك بما أريده منك. سمعت أنك أعطيت الزعامة لدوندار. أجل، فلدي خطة لها. اذهب.